استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث عرضت على جلالته أهم الأمور المتعلقة باستعدادات الهيئة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وقد أشهد جلالة الملك المفدى بالجهود الدؤوبة والمتواصلة لهيئة البحرين للثقافة والآثار والقائمين على جناح مملكة البحرين في هذا المعرض العالمي الكبير، والذي يعد منصة مهمة للترويج للمملكة بحضاراتها العريقة وإنجازاتها المتنوعة الثقافية المتميزة كوجهة لسياحة ثقافية عالية المستوى في المنطقة. أعرب جلالته عن تقديره للدور الذي تطلع به هيئة البحرين للثقافة والآثار في سبيل الحفاظ على التراث الوطني والمعالم الحضارية والثقافية وأحياء القيم والموروثات البحرينية الأصيلة، بالإضافة إلى إثراء الحركة الثقافية والأدبية، متمنيا للهيئة كل التوفيق والنجاح في مشاركتها في معرض إكسبو 2020 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد أعربت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار عن بالغ شكرها وامتنانها لجلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية الكريمة ولما يوليه جلالته من دعم متواصل للثقافة والتراث، مؤكدة أن الهيئة ستعمل على ترجمة توجيهات جلالته بخصوص مشاركة مملكة البحرين في معرض إكسبو دبي بالشكل الذي يعكس مكانة المملكة بما تمتلكه من حضارة عريقة وتواصل ثقافي مع مختلف الحضارات منذ القدم.